السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامجنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنحضر معكم عجينة الفيلو. كيف ما كتشاهدوا معايا الصراحة كتجي رائعة بزاف. بالنسبة لهذا العجين كتستعملوها سواء في المملحات سواء في الحاجة الحلوة. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي رقيقة بزاف. نخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غنحتاج هنا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، علبة ديال ياغورت طبيعي، نفس العلبة غنعبر بها الحليب وغنعبر بها الزيت، معلقة صغيرة سنيدة، معلقة صغيرة ملح، وخمارة ديال الحلوة. نمشيو دابا طريقة التحضير. غنجيب الحليب والياغورت والزيت، غنخلطهم مع بعضياتهم، من بعد غنضيف السنيدة والخميرة والملح، غنبدا نضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة. غنوضع العجينة ديالنا فوق الرخامة وغندلكها دلكة خفيفة كيف ما كتشاهد معايا. من بعد ما أدلكنا العجينة غنسرحها على شكل باكيت، من بعد غنجيب السكين وغنبدا نقطع فيها لقطع صغيره. من بعد غنكورهم الى كويرات.
من بعد ما كورت كاع العجينه اللي عندنا، غنجيب بلاطو نرشو بالدقيق ونستف فيه الكويرات ديالنا، ومن بعد نرشهم كذلك بالدقيق ونخليهم يرتاحوا. غنجيب اناء، بالنسبه للدقيق 500 غرام، هادشي اللي شاط ليا منها تقريبا 30 غرام هي اللي شاطت. غنضيف انا هنا 200 غرام ديال الدقيق مع 200 غرام نشا، غندير هنا قد الدقيق قد النشا، من بعد نخلطهم مزيان ونغربلهم. نجيب هنا بالنسبه للكويرات غنوضعهم في داك الدقيق ومايزينا، وبطبيعه الحال انا هنا دايره فوق الطاوله الدقيق ومايزينا. غنسرح العجينه الكويرات ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا، ونخليهم يرتاحوا حتى نكمل كاع الكويرات اللي عندي. من بعد ما حلينا كاع الكويرات غنجيب القطعه الاولى غنوضع فيها الدقيق والنشا، ونبقى نستف كيف ما كتشاهدوا معايا ما بين الورقه والورقه كنوضع الدقيق والنشا. من بعد غنورك عليهم بيدي هكذا كيف ما كتشاهدوا معايا، ونخليهم يرتاحوا. انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الورقات اللي عندي. من بعد غنجيبها
غنسرحها بالمدلك مزيان حتى نحصل على ورقة رقيقة كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. كيف ما كتشاهدوا معايا هنايا الورقه ديالنا صبحوا ورقه كبيره من بعد غنبدا نفرق كل ورقه بوحدها كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا درتها رقيقه بزاف لدرجه انها ولات كتمزق لي حاولوا ما ديروهاش بهذا الرق هي الصراحه كتجي زوينه تكون رقيقه بزاف وانما غتمحنكم هكا فين تبغيو تفرقوها على بعضياتها غتمحنكم شويه حيت غتبدا تمزق لكم الورقه شو كيفاش كتشاهدوا معايا حتى اللي ديك كيبانو كتجي ورقه رقيقه وشفافه بزاف انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع الورقات اللي عندي من بعد ما حليت الورقات ديالنا كاملين غنعاود نجيبهم نستفهم كيف ما كتشاهدوا معايا وحده فوق وحده من بعد غنجيب هنا بابي كويسون كيف ما كتشاهدوا معايا وغنوضع عليه العجينه ديالنا وغنروليها
كيف ما كتشاهد معايا نجيب هنا بابي فين ونغطي الورقة مزيان باش ما نديروها في كونجيلاتور ما يدخلش ليها الماء او الثلج. نقدروا نحتفظوا بها لمدة طويلة. نجيب دابا ورقات الاخرين نعاود نسرحهم حتى نحصل على ورقه واحده عفوا حتى نحصل على ورقه كبيره. كيف ما كتشاهد معايا من بعد ما حصلنا على ورقات كبار كان نفك كل وحده وحدها كيف ما كتشاهد معايا. انا هنا الطريقه الثانيه اللي غنوريكم ديال التخزين كنجيب الورقه ورقه بورقه وكنوضع بيناتهم النشا والدقيق كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما كملت كاع الورقه ديالنا غنجيب ثاني هنا بابي كويسون غنوضع عليه العجينه ديالنا ونلويهم ونغطيهم بابي فين مزيان باش ما يدخلهمش البرد ونضعهم في الكونجيلاتور حتى الوقت اللي نبغيهم
وجبدة كيف ما كتشاهدوا معايا. كيف ما كتشاهدوا معايا سيداتي، الورقة ديالنا هي هذه اللي حصلنا عليها. كيف ما قلت لكم انا هنا خطيتها، لويتها فابي كويسون وخطيتها بابي فيلم. يمكن لي انني نوضعها في الكونجيلاتور، صراحة كتجي لذيذة بزاف هاد الورقة وكتجي رائعة، وكتجي كذلك مقرمشة. ونستعملوها في المالح والحلو. كنتمنى ان هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصة ثانية ان شاء الله.